في سياق متصل، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن معتقلي إيران يتعرضون لتعذيب وانتهاكات ممنهجة تشمل أعمال عنف جنسية وحرمانا من العلاج الطبي. أكدت معدة التقرير أسماء جيهان غير كبيرة خبراء الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران أن تقارير متسقة أكدت أن نهج تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية هو هدفه انتزاع اعترافات غير حقيقية.